السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أسرار الطبيعة. أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا، غادي نطلب منكم تصليوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القصة اللي غادي نتكلم عليها اليوم على ستيفن هوكينغ. ستيفن ويليام هوكينغ هو أحد أهم العلماء في العصر الحديث، تزاد في إنجلترا أوكسفورد عام 1942. كان الأكبر بين أربعة إخوة. هوكينغ من الصغر ديالو كان كيهتم بالعلوم والرياضيات والفيزياء والنجوم والسماء، والبيئة الأسرية ديالو من أهم الأسباب اللي ساعداتو باش يقوي هاد الاهتمامات، بحيث كان الوالد ديالو باحث طبي، والوالدة ديالو كانت من رواد جامعة أوكسفورد واللي كدعمو بزاف من الصغر ديالو. هوكينغ ما كانش طالب متميز، أو كيف ما كنقولو كيقرا مزيان، ولكن في المرحلة ديال المراهقة كان هو مجموعة من الأصدقاء ديالو كيخترعوا بزاف ديال الآلات والمعدات، ومن أهم هاد المعدات هو جهاز الحاسوب لحل المعادلات الرياضية، وبزاف ديال الألعاب اللي كانوا كيلعبوا بها. ومن يبلغ 17 عام التحق بالجامعة ديال أوكسفورد وتخصص في الفيزياء علم الكونيات. في البداية ديال 1963 تشخص أنه عنده مرض العصبون الحركي، أو بما يسمى التصلب الجانبي الضموري، وهذا المرض كيأثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، وكيسبب فقدان التحكم في العضلات، والأطباء معرفوش الأسباب ديالو وما عندهمش علاج، ولكن كيقولوا في أن بعض الحالات كيكون وراثي. من بعد تزوج هوكينغ من جين وايلد عام 1965، وعام 1967 تزاد عنده أول طفل سماوه روبرت، ومن بعد 3 سنين يعني في 1970 تزاد عنده تاني طفل سماوه لوسي، وفي عام 1979 غادي تزاد عنده ثالث مولود اللي سموه ثيموني، ولكن هاد الزواج ما كملش، ومن بعد تزوج هوكينغ احدى الممرضات اللي كان سميتها إلين ماسون عام 1995، وحتى هي تفاق معها في 2006. من بعد المرض هوكينغ ما استسلمش، وخدم على راسو مزيان، وبدا كيحصل على جوائز علمية، وخدم بزاف على القوانين اللي كتحكم الكون، وقاد الاجتماعات البحثية والعلمية، واللي كان من بين أهم ما قدم في 1970 لقى نظرية إينشتاين النسبية أن عندها بداية في الانفجار العظيم وغادي تسالي غير بثقوب السوداء، ومن بعد ركز على الثقوب السوداء وفهم الكون على هذا الأساس. وفي 1982 حصل على جائزة تكريمية كيقدروا فيها الإنجازات ديالو في مجال الفيزياء الكوني. في سنة 1985 تعرض هوكينغ لوعكة صحية تصاب فيها بالتهاب رئوي، وهذا الشيء خلاه يقول للأطباء باش يغلقوا الجهاز التنفسي ديالو الاصطناعي، ولكن الزوجة ديالو رفضات، وباش ينقذوا الحياة ديال ستيفن تقبل القصبة الهوائية ديالو، واللي انتج عليه فقدان الصوت ديالو ومبقاش كيقدر يتكلم. وهنا غادي يبدأ قصة جديدة في الحياة ديالو، واللي كيتواصل بيها فقط بالكتابة، ولكن التطور التقني عاون ستيفن باش يتجاوز هاد الصعوبات، وصمموا ليه جهاز
خاص كي يساعدوا على التواصل بالتعبير عبر كلمات بسيطة ومسموعة بلهجة أمريكية. وفي هذه الفترة أصدر ستيفن أهم مؤلفاته وهي موجز تاريخ الزمن. من بعد 5 سنين استمر ستيفن في البحث دياله في مجال الفيزياء الكونية وأصدر العديد من المؤلفات. ومن بعد 10 سنين توفى سنة 2018 نتيجة تصلب الجانب الضموري ومات عن عمر يناهز 76 سنة وتدفن بجانب العلماء بحال نيوتن وتشارلز داروين. وهنا تسلت القصة ديالنا. مني كنت كنبحث في هذه القصة هذه ديال ستيفن هوكينغ لقيت أن بعض الناس قالوا أنه ما كاينش عالم أو هو كان مكتشف الثقوب السوداء وأن الإعلام أعطاه أكبر من الحجم دياله، ولكن أنا خديت القصة دياله من جانب آخر اللي استنتجت منها أنه رغم الإعاقة دياله ما استسلمش وبقى كيقرأ وكيبحث ودار داكشي اللي ما يقدرش يدير واحد في كام الصحة دياله. وهنا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم وما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وبارطاجي مع صحابكم باش يوصلكم دائما الجديد. بسلامه.